مرحبا والسلام عليكم. على كل حال نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للفريق الوطني، على كل التضحيات اللي قام بهم، ونتاسف على الاستقاله تاعو ولا الاستبعاد تاعو من المنتخب الوطني، باسكو ماناش رايحين نشوفو مدرب كيما هو. معليش اللي نقدر نشوفو كمدرب نقدر نشوف رونار يقدر يفيدنا، عنده خبره في الميادين الافريقيه، عنده خبره مع كوت ديفوار، بزاف منتخبات راه مدربهم، تسمى نقدروا نقولوا عليها يقدر يجي الفريق تاعنا. ماذا بينا نشوف رونار، انا كخيار مناسب ليا نشوف رونار مدرب احسن للمنتخب الوطني تاعنا. بالنسبه للمدرب اللي يكون مرشح للفريق الوطني حسب الراي تاعي، هو يعني يكون لازم يكون ملم بالساحه الافريقيه، ويعني نشوفوا كيروش اقرب لتدريب الفريق الوطني، لان رونار كما يعلم الجميع انه عنده عقد مع الاتحاديه الفرنسيه لانه يدرب المنتخب النجوي. نظن شويه حليليزيتش مع طبيعته شويه اللي يعني صارمه وكاع شويه مع الفريق الوطني مع اللاعبين شويه يصيب صعوبه معاه. نظن اولا كما يقول لك كنا نتمنى ان شاء الله نديروا نتائج ايجابيه في الكان الاخير كما يقول لك، لكن لسوء الحظ ربما الاسباب متعدده وكاع، اما المدرب السابق سيد جمال بلماضي كما يقول قدم كثير خلال الاشراف تاعو منذ 2018 الى يومنا هذا، لكن كما يقول لك هذه سنه الحياه. نظن الخيار الانسب للفريق الوطني لحد الان نظن المدرب كيروش اللي كما يقول لك درب عده منتخبات شاركت في المونديال او شاركت في كاس افريقيا، اخرها كان المنتخب المصري، المنتخب الايراني، المنتخب الله اعلم البرتغالي. مدرب كبير، مدرب خاصه كما يقول لك يعرف يتعامل مع النجوم. الخيار الانسب نظن هو كيروش، وخاصه نتمنى ان شاء الله نتمنى المدرب الجديد يكون متواجد في اقرب وقت في الجزائر خلال الدوره الرباعيه اللي راح تجري ان شاء الله قريبا في الجزائر بمشاركه بوليفيا، اندورا والجنوب افريقيا. وان شاء الله كما يقول لك ننسى اللي فات ونعاودوا ان شاء الله نبنوا المستقبل تاعنا باكثر عزيمه واصرار ان شاء الله.